ولإلقاء نظرة أكثر عمقاً على العلاقات المصرية التركية في سياق زيارة الرئيس التركي، انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، زيارة لها أهمية كبيرة جداً تاريخية، لأنها بتأتي بعد أكثر من 10 سنوات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر. إلى أي مدى تقرأ أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت بالغ الخطورة في المنطقة بالكامل؟ اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا هي حقبه جديده من العلاقات المصريه التركيه، وارى ان هذه الحقبه تفتح افاق جديده للتعاون على كافه المستويات السياسي والاقتصادي وايضا العسكري، باعتبار ان العلاقات المصريه التركيه هي علاقات تاريخيه تضرب بجذورها في اعماق الارض والتاريخ، وعلى اعتبار أيضا أن هناك رغبة وإرادة سياسية مصرية تركية للعمل على زيادة حجم هذه العلاقات بما يتوافق مع تاريخ البلدين الكبيرين والتوافق في الكثير من القضايا الذي سينعكس إيجابيا وبشكل كبير على كل دول المنطقة، باعتبار أن القاهرة وأنقرة يتوافقان في الكثير من القضايا ويسعيان سويا إلى إيجاد تسوية سياسية للكثير من هذه القضايا. العلاقات بين القاهرة وأنقرة هي علاقات يحتذى بها الآن، وأرى أنها ستعود أقوى من الأول بكثير، باعتبار أن هناك رغبات متزايدة لزيادة حجم التبادل التجاري، لزيادة حجم التبادل العسكري فيما يخص موافقة تركيا على منح مصر للطائرات المسيرة، كلها من الخطوات الإيجابية التي ستؤدي إلى إحداث أيضا دعم حقيقي للقضية الفلسطينية وأيضا الملف الليبي، كلها ملفات مهمة، وبالأخص ملف الطاقة أيضا في قضية شرق المتوسط. ملفات في منتهى الأهمية تم طرحها اليوم خلال مباحثات القمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي خلال هذه الزيارة المهمة. كما ذكرت حضرتك دكتور حامد أن هناك يعني الملف الليبي، وكذلك أيضا آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات إلى أشقائنا في غزة. أتوقف عند هذا الملف الفلسطيني تحديدا، ويعني تقييمك لما تم التباحث بشأنه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكيفية أن هناك يعني تقارب في الرؤى إزاء محاولة الوصول إلى حل شامل ودائم لهذه القضية والوصول إلى تسوية دائمة وشاملة للقضية الفلسطينية. طبعا هذه القضية هي أم القضايا، والدولة المصرية تبذل جهود كبيرة وحثيثة ودؤوبة للعمل على توحيد المواقف العربية والإقليمية بما يخدم القضية الفلسطينية، وصولا إلى إيجاد أفق سياسي حقيقي يكون دافعا لتنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67. والآن هذه هي رسالة واضحة أن هناك توافق مصري حقيقي مع تركيا لإيجاد رؤية استراتيجية داعمة لوقف شامل لإطلاق النار، وأيضا إنفاذ كافة أوجه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل القطاع، وده اللي أشاد به الرئيس أردوغان اليوم بدور القيادة السياسية المصرية وبدور الدولة المصرية في إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة. وهذا ليس بجديد، كل قادة العالم أشادوا بدور الدولة المصرية في إنفاذ المساعدات. أيضا على مستوى الملف الليبي، وهو لا يقل أهمية بالنسبة للدولة المصرية يعني عن القضية الفلسطينية، لأن هناك الآن من الممكن أن نبحث عن أرضية مشتركة بين الجانبين المصري والتركي لكيفية توحيد المؤسسات في الداخل الليبي، كيفية الوصول إلى تنفيذ مبادرة القاهرة اللي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس السيسي في 6/6/2020، هذه المبادرة التي تعتمد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ضرورة العمل على التوزيع العادل للثروة، ضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، والعمل وبشكل كبير على توحيد المؤسسات العسكرية، كلها نقاط جوهرية وأيضا جزئية لا تقل أهمية عن كل هذه الملفات، وهو ملف الطاقة، باعتبار أن هذا الملف هو ملف رئيسي. تركيا دولة صناعية تستورد أكثر من 98% من احتياجاتها النفطية، وبالتالي الدولة المصرية ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية تسعى إلى إيجاد توافق حقيقي بين الجانب القبرصي والجانب اليوناني وأيضا الجانب التركي، باعتبار أن مصر وسيط مقبول وتستطيع أن تلعب أدوار مركبة لخفض التصعيد والعمل على
ما يتم الآن من هدوء في البحر المتوسط لخدمة هذه القضية التي ستؤدي إلى يعني رؤية استراتيجية شاملة في البحر المتوسط. دكتور حامد، بالتأكيد أوجه للتعاون كثيرة وعلاقات تاريخية على مدار فترة طويلة جدا تربط بين مصر وتركيا، ولكن إذا ما تحدثنا تحديدا عن يعني القدرة الخاصة بزيادة التبادل التجاري خلال الفترة القادمة إلى ما يزيد عن 15 مليار دولار، وذلك في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين. سؤال مهم جدا جدا، لان الشق الاقتصادي الان هو لا يقل باي حال او من الاحوال عن الشق السياسي، بل هو انعكاس حقيقي لحجم التقارب بين البلدين. على الرغم من كانت وجود قطيع لاكثر من 12 عام الا ان حجم التبادل التجاري لم يتاثر بل زاد، كان حجم التبادل التجاري حوالي 5.5 مليار دولار ولكن زاد ليصبح 7.7 مليار دولار، وهناك رغبات متزايده لتصل هذه النسبه الى 15 الى 20 مليار دولار، بالاضافه الى انه من الممكن جدا ان يتم ايضا تنفيذ واقامه منطقه صناعيه تركيه على غرار المنطقه الصناعية الصينية والمنطقة الصناعية الروسية، باعتبار أن مصر هي البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية، وأيضا من الممكن أن يتم التوافق بين الدولتين لكيفية الاستفادة بشكل كبير لنقل المنتجات المصرية والتركية إلى قلب القارة الأفريقية. أشكرك جزيل الشكر دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.